طيب النهاردة قضاة مصر بيحتفلوا بيوم القضاء المصري، اليوم اللي صدر به قرار في شهر يونيو 2021 من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، أنه يوم 1 أكتوبر من كل عام يكون يوم خاص للقضاء المصري. واحتفالنا النهاردة بهذا اليوم حبينا نشاور على الإنجازات اللي تحققت داخل مؤسسة القضاء زي العدالة الناجزة، تطوير الخدمات القضائية في الجمهورية الجديدة وغيره. يحتفل قضاة مصر بيوم القضاء المصري الذي صدر به قرار في شهر يونيو عام 2021 من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري. إعلان الرئيس باعتبار الأول من شهر أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء هو الأمر الذي قوبل بحفاوة كبيرة من جانب الهيئات والجهات القضائية بهذا التكريم والاعتداد بمجهود السلطة القضائية في أداء مهامها لصالح المواطن والوطن، وذلك في ظل تاريخ مشرف يحرص على العدالة الناجزة بمستحدثات تكنولوجية مع توفير للإمكانيات التي تختصر الزمن وتقلل الوقت المهدر. وسيسطر التاريخ أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تمكين المرأة شهد منحها حقها الدستوري في المساواة بشغل المناصب القضائية بقرار مجلس الهيئات القضائية، والتي بدأت بالاستعانة بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للانضمام إلى العمل في مجلس الدولة. وقد جاءت هذه الخطوة الرامية إلى تعزيز وضع المرأة في جميع الجهات والهيئات القضائية، والتي أسست لما جاء في الدستور من إعمال مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز. عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة في السنوات الأخيرة نجحت في التخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقاري بكافة تفاصيلها، من خلال التوسع في إنشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة وربطها بنظام رقمي موحد واعتماد المحررات الإلكترونية المؤمنة وتمكين المواطنين من استعمال تطبيقات الهاتف المحمول ومنصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير تسجيل العقارات، مع الحرص الشديد على توفير آليات العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالشهر العقاري والتوثيق مع زيادة أعدادهم لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات هذا القطاع. وفي مجال التقاضي الإلكتروني، تم إدخال التقاضي الإلكتروني إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات والقضايا عن بعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلى المحاكم في ظل الوضع الوبائي لجائحة كورونا، فضلاً عن توفير الجهد ونفقات التنقل والتأمين في تلك العملية. وتم اعتماد الذكاء الاصطناعي أيضاً من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات من مرافعات شفوية وطلبات إلى نصوص مكتوبة ومحررة تطبع في نهاية الجلسات، عوضاً عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضر الجلسات، إلى جانب مشروع إنفاذ القانون الذي بدأ العمل به حالياً في نحو 9 محافظات، ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونياً مع عدد من الوزارات وأقسام الشرطة. وتم رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة في إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، والتي شملت التطوير الجزئي والشامل لما يربو على 400 محكمة، فضلاً عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة، والتي من المستهدف أن يبلغ إجماليها هذا العام 12 محكمة ومقراً إدارياً، وذلك في إطار خطة تقريب دور العدالة من المواطنين بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن المتقاضين. وعلى المستوى التشريعي، تم استحداث نظام مجموعات العمل بإدارة التشريع، وذلك لوضع سقف زمني للانتهاء من أي مشروع قانون وارد للإدارة، وكذلك إعداد وصياغة التشريعات وإصدار مذكرات إبداء الرأي بما يسهم في مواكبة دور الجمهورية الجديدة في تعديل التشريعات واستصدار التشريعات الجديدة التي تواكب مقتضيات العصر.